أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن انتخابها سيدة لمنصب رئيس مجلس النواب يعد إحدى قصص النجاح التي يحق لشعب البحرين أن يفتخر بها، كما أن هذا الإنجاز نتاج جهد وعمل دؤوب قام به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله. الحقيقة انتخاب رئيس لمجلس النواب امرأة في البحرين هذه واحدة من قصص النجاح اللي راح يفتخر فيها الشعب البحريني في هذا العام 2018، واحنا مع نهاية هذا العام. عندما تحرز امرأة اكثر من 4500 صوت وهي مستقلة لا تمثل اي جمعية، واليوم تحصل على ثقة 25 نائب، أعتقد هذا لا يأتي من فراغ. لابد أن هذا العمل وراه قناعات، وراه جهد، وراه عمل للكثير من المؤسسات، وعلى رأسهم أعتقد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة. قدموا الكثير من الدعم للنساء في البحرين. اليوم المرأة في البحرين أعتقد لا تحتاج إلى كوتا في أي مجال. أنا كنت أتكلم قبل يومين أن المرأة في الإعلام تشكل 30% وفي الإذاعة لوحدها تشكل 50%. اليوم وأنا موجود في 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 هذا المبنى، موجود في مع الأخوة في السلطة التشريعية، نرى امرأة تترأس هذا المجلس. الحقيقة عمل تميزت فيه البحرين وتميزت فيه المرأة البحرينية. ألف مبروك لمعالي الرئيس فوزية زينل، وألف مبروك للمرأة البحرينية.